أنا وصغير ولليوم لحتى صرت بعز شبابي، وكل ما تشوفني أمي بتقلي حسن معاملتك مع الناس. يا ابني إذا بدك تكون محبوب بدك تغير أفكارك تجاه الناس، وبالتالي رح تتغير معاملتك لهم. نصايح كتيرة سمعتها وحاولت طبقها لحتى أكون شخص لطيف ومحبوب مميز بحياة كل اللي عرفتهم وكنت معهم، حتى لو كانت علاقتي فيهم لمرة واحدة أو ساعة واحدة. بس ورغم أني ماني سيء، بس بتعرفوا الأم بتحب تشوف ابنها أحسن شيء ويمكن أقرب شيء للشخص المثالي. وبالنهاية اكتشفت وأيقنت إنه في شي لازم يتغير من جوا بالأول، ويكتسب صفات حميدة ونظرة للصورة جديدة وأكيدة لحتى يتفاعل معي هالحب بتلقائية مع المحيط. ولهذا السبب أنا معك اليوم. مرحبا أيتها الروح العميقة الدافئة، هذا سيزر وهذه سيزرية جديدة. لتحقيق أقصى فائدة أوصيك بالاستماع إلى هذه الجلسة عند الاستيقاظ لمدة 11 يوما على الأقل. يمكنك الاستماع أثناء الاسترخاء وإغماض العينين أو بدون إغماضها أيضا. لكي نبدأ هذه التجربة ابحث عن مكان مريح للجلوس أو الاستلقاء. اسمح لعينيك بلطف أن تغمض الآن، وانتبه إلى تنفسك. خذ نفسا عميقا، أثناء استنشاق الهواء استرخي، وأثناء الزفير ببطء أخرج مخاوفك والتوتر. استرخي. اسمح لجسدك بالكامل بالاسترخاء. فقط اترك صوت دقات الأذنين كما هو، سيريحك بشكل أعمق ويسمح لك بتجربة الاسترخاء العقلي والجسدي في آن واحد. إنه الشعور بالسلام. دع الصوت يريحك أكثر وأكثر كلما استمتعت بهذه التجربة الممتعة. اسمح لنفسك بالشعور والاستمتاع بالعبارات التي ستسمعها مني بعد قليل، واسمح لنفسك بتجربة الصفاء النفسي والروحي في هذه المساحة التي سأتركها لك الآن.
أنا ألتقي بالناس براحة وبكل سهولة. أنا أختار أن أحب الناس وألتقي بهم بشكل مريح وبكل سهولة. أنا أختار أن أحب الأشخاص الذين ألتقي بهم بشكل مريح وبسهولة. أنا أختار إجراء المحادثات والنقاشات معهم بسهولة والتواصل بالعين والظهور في تجمعاتهم بأجمل صورة. أنا أختار إجراء المحادثات معهم بسهولة والتواصل بالعين والظهور في تجمعاتهم بأفضل ما لدي. أنا أختار إجراء المحادثات والنقاشات بسهولة والتواصل البصري بكل ثقة واحترام. أختار الاستمتاع بمقابلة الأشخاص الذين أقدم لهم نفسي بسهولة وود وابتسامة لطيفة. أختار الاستمتاع بمقابلة الأشخاص الذين أقدم لهم نفسي بسهولة وود وابتسامة لطيفة. أنا أختار المشي والتحدث بثقة وقوة. أختار المشي والتحدث بثقة وقوة. أختار المشي والتحدث بثقة وقوة. اخترت أن أبتسم وأكلم الناس بسهولة وصراحة. أختار أن أبتسم وأثني على الناس بسهولة وصراحة. اخترت أن أبتسم وأثني على الناس بسهولة وانفتاح. أختار أن أصبح أكثر وأكثر انفتاحا وثقة كل يوم.
أختار أن أصبح أكثر وأكثر انفتاحا وثقة كل يوم. أختار أن أصبح في راحة اجتماعية وأكثر انفتاحا وثقة في كل يوم. أنا أختار السماح للناس بالشعور بالراحة بشكل طبيعي من حولي. أختار السماح للناس بالشعور بالراحة بشكل طبيعي من حولي. اخترت السماح للناس بالشعور بالراحة بشكل طبيعي من حولي. أنا أختار السلاسة مع الأحداث الاجتماعية. اخترت أن أختلط بشكل مريح وأكون صداقات بسهولة ومرونة مع كل شخص أختاره. أنا أختار أن أختلط بشكل مريح وأكون صداقات بسهولة ومرونة مع كل شخص أختاره. وأختار أيضا أن أبقى هادئا ومرتاحا في اللقاءات الاجتماعية وأشعر بالأمان والراحة لكوني على طبيعتي. أختار أن أبقى هادئا ومرتاحا في اللقاءات الاجتماعية، فأنا آمن وأنا مرتاح بهذا الشكل. اخترت أن أبقى هادئا ومسترخيا في اللقاءات الاجتماعية، فأنا آمن ومريح لكوني بهذا السلوك. اخترت دائما ترك انطباع جيد لدى الناس وأن يستمتع الناس بالتحدث إلي. أنا أختار دائما أن أترك انطباعا جيدا لدى الأشخاص الجدد والقدامى في حياتي وأن أجعلهم يستمتعون بالتحدث إلي. اخترت دائما ترك انطباع جيد لي في عقول الناس وأن أجعلهم يستمتعون بالتحدث إلي. أنا أختار أن أحب الأشخاص الذين أقابلهم بشكل مريح وبكل سهولة. أختار أن أحب الأشخاص الذين أقابلهم بشكل مريح وبسهولة.
اخترت أن أحب الأشخاص الذين ألتقي بهم بشكل مريح وبسهولة. أختار إجراء المحادثات بسهولة والتواصل بالعين والظهور في حشد من الناس. أختار إجراء المحادثات بسهولة والتواصل بالعين والظهور في حشد من الناس. اخترت إجراء المحادثات بسهولة والتواصل البصري والوقوف في الحشد والتجمعات بثقة. اخترت الاستمتاع بمقابلة الأشخاص الذين أعرفهم بنفسي بسهولة ويسر. أنا أختار الاستمتاع بمقابلة الأشخاص الذين أعرفهم بنفسي بسهولة ويسر. أنا أختار الاستمتاع بمقابلة الأشخاص الذين أعرفهم بنفسي بسهولة ويسر. أختار المشي بينهم والتحدث بثقة. أنا اخترت المشي بينهم والتحدث بكل ثقة وقوة. اخترت المشي والتحدث بينهم بكل ثقة وقوة. أنا أختار أن أبتسم وأكلم الناس بسهولة وصراحة. أنا اخترت أن أبتسم وأثني على الناس بسهولة وصراحة. اخترت أن أبتسم وأثني على الناس بسهولة وصراحة. أختار أن أصبح أكثر فأكثر انفتاحا وثقة كل يوم. أنا أختار أن أصبح أكثر وأكثر انفتاحا وثقة كل يوم. اخترت أن أصبح أكثر وأكثر انفتاحا وثقة كل يوم. أنا أختار السماح للناس بالشعور بالراحة بشكل طبيعي من حولي. أختار السماح للناس بالشعور بالراحة بشكل طبيعي من حولي.
اخترت السماح للناس بالشعور بالراحة بشكل طبيعي من حولي. أختار أن أطمح إلى المزيد من الرقي والسلاسة والانفتاح في علاقاتي الاجتماعية، وأن أنعم بمزيد من الود والحب مع الأشخاص الذين أختلط بهم بشكل إيجابي ومريح. اخترت تكوين صداقات متينة بسهولة مع كل شخص أختاره، وأن أختلط معه بشكل صحيح ورزين. أختار هذا كله لأظل هادئا ومسترخيا في اللقاءات الاجتماعية التي هي في محيطي وتعنيني حقا. بأمان وراحة أنا أشعر بالرضا كوني أنا اخترت هذا. اخترت أن أبقى هادئا ومرتاحا في اللقاءات الاجتماعية التي أكون فيها. اختار أن أبقى هادئا ومرتاحا في اللقاءات الاجتماعية اختار دائما أن أترك انطباعا جيدا لدى الأشخاص وجميع الذين ألتقي بهم لكي أستمتع ويستمتعون بالتحدث إلي. أنا اخترت دائما أن أترك انطباعا جيدا عني لدى الأشخاص وجميع الذين ألتقي بهم لكي أستمتع ويستمتعون بالتحدث معي. أنا اخترت دائما ترك انطباع جيد عني لدى الأشخاص والناس من حولي ليستمتعوا وأستمتع بالتحدث إليهم حتى لو كانت بضع لحظات قصيرة تربطني بهم. والآن سوف ينشط صوت دقات الأذنين تدريجيا، وستشعر بالانتعاش والحيوية المليئة بالحماس والشعور بالطاقة أفضل بكثير من ذي قبل. وعندما تكون مستعدا تماما افتح عينيك واستمر في يومك. إلى لقاء جديد. أنا واثق جدا بما قدمت لك، وكن أنت واثقا بأنك ستنعم بالمحبة من حولك.